جمع غفير من الفلسطينيين وشخصيات وطنية اليوم بمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة، النظرة الأخيرة على الفلسطينيين اللذين توفيا بزيرالدا نتيجة حادث لاختناق بالغاز، الفقيدين شيعا بمقبرة سيدي الحبيب بزيرالدا، والتغطية كانت لحسام الدين مروش. خسرنا كادرين أساسيين من كوادرنا، كادر اللي هو أخونا سليمان الفرا من شباب الحركة، الحركة فتح المشهود لهم، والملتزمين وطنيا وأخلاقيا، واللي يعني على الأقل تركوا أثر طيب في أينما كانوا، خاصة في الجامعة. أنت شايف أصدقائهم واللي يترحموا عليهم، لكن هذا قضاء الله وقدره. وأيضا الأخ الكادر الثاني اللي هو أخونا محمد حنيدة، كمان يعني هذا الدكتور الجميل الرائع اللي كان بحاول يكمل دراسته، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا ما قلنا غير قول لا حول ولا قوة الا بالله. احنا نحن هنا في الجزائر آمنين ومطمئنين، يعني من سنوات لم نتعرض لأي خطر لا مع جزائري او غير جزائري. احنا هان يعني امان اكثر من بلادنا. وسليمان رحمة الله عليه يعني رجل طيب، ليس له عداوة مع اي بني ادم، لا فلسطيني ولا مع جزائري نهائيا. وحسب خبرتي في السابق في عملي كشرطة في البحث الجنائي، من بداية انتشار الخبر، شقة مغلقة، تكييف شغال، مما ساعد لانتشار الغاز في المنزل بشكل سريع، كيف كانت واضحة. فهذه جهات مشبوهة اللي بتحاول انها تسيء لسمعة الجزائر، او انه الفلسطيني في الجزائر مهدد بالخطر. الفلسطيني في الجزائر في أأمن مكان في العالم.